يبدو صدر قرار إيراني بإخراج لبنان من هذه المعركة. هذه المعركة لن تنتهي برأيي إلا وفق السيناريو الآتي. في احتمال جدي اليوم قبل نهاية السنة يصير في وقف إطلاق نار مؤقت في غزة. ستنتهي الحرب في لبنان. سيخرج الحزب. إذا رجعت الحرب بغزة أنا تقديري لن ينضم الحزب مجددا إلى هذه الحرب. نهاية وحدة الساحات هي التي ستحمي لبنان. وهذا جزء من على الأرجح التفاوض الإيراني الأمريكي بإخلاء الجنوب من بعض الأسلحة الثقيلة لطمأنة الإسرائيلي على مشارف التوصل إلى اتفاق حول لبنان. بشار الأسد تم تهديده مباشرة من قبل إسرائيل إذا دخل هذه الحرب. الحزب فتح النقاش وعم بيقول أريد تشريع هذا السلاح في الدستور سلاش النظام اللبناني. هو عم بيقول لأنه هو موقن أنه حين تنتهي هذه المعركة سيذهب إلى الداخل إلى يعني معركة أقصى وأقوى وهزيمته فيها ستكون أشد. هو فتح الرد علي فياض وحسن فضل الله فتحوا الرد. نحن ما حدا نزل نقاشهم. سمير جعجع كيف بده يحمي رب 30 بعلاقته مع الأمم المتحدة التي تقلق يعني كل ما صفتنا إسرائيل. بدأت الحرب عليها وستشتد أنا برأيي في الفترة المقبلة هذه الحرب على السعودية. كما لو أنه مطلوب أن يدفع الأمير محمد بن سلمان ثمن موقفه إلى جانب الدولة الفلسطينية وإلى جانب فلسطين. مدير تحرير موقع أساس ميديا أستاذ محمد بركات، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان. أهلا فيك أستاذ محمد. اسمح لي أبدأ أولا من رد حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر. كيف قرأت هيدا الرد؟ أولا رد منطقي، أخذ مصلحة لبنان أولا قبل مصلحة الحزب، وقدم مصلحة البيئة الشيعية على ما يمكن أن يكون قراراً إيرانياً أو ضرورات وحدة الساحات ونصرة غزة وغيرها. وكان رد محدود وضعيف نوعاً ما، لكنه جنب لبنان الحرب وخلى الإسرائيلي ما يعتبر أنه بحاجة ليرد. يعني خلال ساعات نتنياهو قال العملية خلصت من ناحيتنا، والأمين العام للحزب كمان أعلن أنه نحن ردينا هلأ وهيدا كفاية. فهذا كان السيناريو الأفضل لأي حدا بلبنان ممكن يحلم فيه، إن كان ضد الحزب أو مع الحزب، لأنه ريح البلد وخفف احتمالات كان ممكن تكون كارثية بالنسبة للبنان ولكل اللبنانيين. نعم، ولكن لهيدي الناحية قلت لي ريح البلد، ولكن اليوم مثل ما شفنا يعني منذ ساعات قليلة، أقل من ساعة، تم استهداف سيارة على الحدود اللبنانية السورية. امبارح بالليل تم استهداف شاحنة قيل إنها بتحمل ذخيرة بالبقع. قديش نحن اليوم قادرين نطلع من هيدي الدوامة إنه كل 3-4 أشهر إسرائيل تعمل عملية اغتيال، يرجع البلد واللبنانيين شبه ينشلوا، يصيروا ناطرين الحزب شو بده يرد وإسرائيل شو بده ترد؟ إيران شو بده ترد؟ هو اللي صار ريح البلد، بمعنى لكن في أكثر من خط للمعركة اللي دايرة حالياً. في قرى أنا بسميها جنوب الجنوب، مش الجنوب كله، يعني الجنوب الخلفي اللي هو النبطية، صيدا، صور، حاصبية، حتى المناطق مرج عيون وغيرها اللي خارج القرى الشيعية الحدودية المواجهة تقريباً بعيدة عن النار. المواجهة محصورة تقريبا هناك، وفي اغتيالات يتم تنفيذها في مثل صيدا او مثل الحدود او البقاع، وعمليات عم بيرد عليها الحزب بقصف عمق ابعد من القرى كمان والمستوطنات اللي شمال فلسطين. هي قواعد الاشتباك. اللي عم اقوله انا انه الرد الضعيف والمحدود على اغتيال القائد العسكري بالحزب فؤاد شكر أعاد المعركة إلى هذه القواعد وأخرج من احتمال ضرب الضاحية اللي فيها الجزء الأكبر من الشيعة بلبنان، واحتمال ضرب بيروت، واحتمال توسع المعركة إلى كل لبنان وإلى كل إسرائيل. هذا الاحتمال هو اللي انتهى. عدنا إلى قواعد الاشتباك. على قواعد الاشتباك الحالية القائمة حول قرى جنوب الجنوب، القرى الحدودية، قرى الشريط الحدودي شبه المحتل حالياً، وشمال فلسطين وأبعد قليلاً إلى بعض القواعد، هذه مستمرة هاي المعركة. وهي المعركة لن تنتهي برأيي إلا وفق السيناريو الآتي.
في من بعد 10-11 شهر على بداية حرب غزة وانضمام الحزب إلى هاي الحرب بادعاء الإسناد والمشاغلة، في احتمال جدي اليوم قبل نهاية السنة يصير في وقف إطلاق نار مؤقت في غزة. نتنياهو لا يرضى بإنهاء الحرب، عم بيفاوض على شروط تضمن وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، 80 يوم، 100 يوم، 150 يوم، على مراحل. أنا تقديري حين يتم توقيع هذا الاتفاق ولو كان وقف إطلاق النار لأربع أو خمس أسابيع ستنتهي الحرب في لبنان، سيخرج الحزب وستنتهي حرب المشاغلة ومنروح على توقيع اتفاق بري، إذا كان بعده بايدن، والأرجح قبل ما يفل بايدن هذا يصير توقيع اتفاق لخروج إسرائيل من بعض النقاط الحدودية المختلف عليها في الجنوب، ولبنان بيخرج. إذا رجعت الحرب بغزة أنا تقديري لن ينضم الحزب مجددا إلى هذه الحرب. يعني خلص لحظة لتتوقف الحرب في غزة ولو لأسبوع أو أسبوعين الحزب سيخرج من هذه الحرب ولبنان سيخرج من هذه الحرب. نعم. وسيأتي المفادون الدوليون أنه يلا خلص أمضوا وترسيم بري، هو مرسم البر النقاط المختلف عليها والبي 13 وغيرها، خلص تخلص القصة عنا وبنرجع نشوف كيف بدنا نعمر الجنوب وكيف بدنا نرجع نطلع الناس وكيف بدنا نعمل تسويات بالداخل وانتخاب رئيس وغيره. نعم، وفق أي شعار يمكن ستتم هذه العملية؟ يعني حزب الله له تقريبا 11 شهر بيقول نساند غزة نساند غزة، حتى رئيس الحكومة ربط جبهة لبنان بجبهة غزة، كيف رح يقدر حزب الله يسحب حاله من مساندة انتهاء غزة؟ الحرب هو رح يقول بس رح ترجع تبلش. يعني نحن لن نبقى مرتبطين بغزة، الحرب في فلسطين لن تنتهي إلى الأبد، إلى يعني بعد ما يعلن عن دولة فلسطينية ولن يعلن في القريب العاجل ستبقى هناك مناوشات. هلأ بلشوا اليوم عملية بالضفة الغربية. نعم رح نحكي عن الموضوع. طيب بنرجع بنعمل حرب إسناد للضفة، نساند الضفة الغربية. لا، في مطرح نحن عملنا وجباتنا، نحن أصلا عاملين وجباتنا مع فلسطين من الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، وهلأ عملنا أكثر من وجبنا. يعني كل الأنظمة العربية حاربت، في أنظمة عربية حاربت إسرائيل، نحن الشعب اللبناني حاربها ستينات سبعينات ثمانينات، وهلأ عملنا وجبنا مع فلسطين خلص. والحزب وفق أي شعار؟ وفق شعار أنه نحن نصرنا غزة خلص. طب ما أنتم مش منتبهين أنه سوريا ما فاتت بالمعركة؟ بلا. مش منتبهين أنه العراق خرج؟ وين العراق اليوم بالمعركة؟ ولبنان بيخرج كما خرج العراق وكما لم يدخل السوري وكما سيخرج الحوثي. نهاية وحدة الساحات هي التي ستحمي لبنان. رح يرجع هذا السلاح يقول أنا مهمتي حماية لبنان، نحن نصرنا غزة وانتهى الموضوع. نعم، لفتني بمقال كتبته حضرتك اليوم أستاذ محمد، بتقول فيه هل أعلن حزب الله هل أعلن السيد انسحابا أوليا من جنوب الليطاني، كنت عم تتحدث فيه عن نقاط قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، إذا ممكن تشرح لنا هيدا الفكرة أكثر. هذا المقال منشور بأساس ميديا اليوم. المقال بيقول انه انا جبت مقاطع من خطاب الامين العام للحزب، هو بيقول بالحرف انه اخلى الحزب من الفلوات والوديان في الجنوب الاسلحه الدقيقه والباليستيه، وقال انه هذا القرار اتخذه القائد فؤاد شكر. يعني هون في بتحليل الخطاب أكثر من نقطة فينا نبرزها لنأشر ليش هيدا الكلام استراتيجي منه كلام لبناني، هيدا كلام موجه لإسرائيل وأمريكا، تقديري هيدا جزء من التفاوض الإيراني الأمريكي. لما بيقول أنه أخلى السلاح الدقيق من الجنوب الأرجح أنه يقصد جنوب الليطاني، وحين يقول أنه السيد محسن فؤاد شكر هو الذي اتخذ القرار ونفذه معناتها هو يحيل الذين يمكن أن يعترضوا داخل الحزب أو خارجه إلى الشهيد الذي اتخذ القرار، هو الشهيد الأول والقائد العسكري الأكبر في الحزب. وقالوا بأربعين الإمام الحسين، وفي خطاب الرد على اختيار فؤاد شكر فحمل هذا القرار مجموعة من الدلالات ومجموعة من المحمولات الرمزية والمعنوية والنفسية والسياسية والعسكرية، بمعنى أن هذا قرار ناجز وحاسم ولا جدال فيه،
نحن سحبنا سلاح استراتيجي، وهذا جزء من على الأرجح التفاوض الإيراني الأمريكي بإخلاء الجنوب من بعض الأسلحة الثقيلة لطمأنة الإسرائيلي على مشارف التوصل إلى اتفاق حول لبنان. نعم. هذا يأتي ضمن سياق مثل ما قلت لي انسحاب لبنان من وحدة الساحات ومن مساندة غزة. هذه مثل رسائل وجهها أمين عام حزب الله إلى الغرب أنه نحن سحبنا سلاح التقيل؟ تقديري هي مش رسائل، هي تنفيذ لاتفاق انعمل في مكان ما بين الإيراني والأمريكي. وقع الاتفاق عم بتقول تقديري، لانه امبارح المرشد الاعلى لجمهوريه ايران قال انه هو عم يستقبل الحكومه الجديده، حكومه بشاركيان، بيقول انه ما توثقوا بالعدو ولكن تفاوضوا معه. نعم. واللي فسرت بين الفارسي والانجليزي والعربي انه روحوا تفاوضوا مع امريكا اكمل اتفاق النووي، وانه شو بدهم تفاوضوا مع امريكا حول الاتفاق النووي. بالتالي أنا بربط هول الحدثين، إعلان سحب السلاح البالستي والدقيق والصواريخ النوعية من جنوب لبنان، وإعلان الخامنئي تقريبا استئناف التفاوض مع أمريكا. فهول حدثين مرتبطين، وبالتالي نحن رايحين على، أنا تقديري بس تخلص هاي المعركة من هون لأشهر، ربما أيلول تشرين، لبنان سينعم باستقرار على الأقل لعشرة أو 15 سنة ما في لا حروب ولا مناكفات، تحت ظلال اتفاق إيراني أمريكي ستتم صياغته في الأشهر المقبلة. نعم. يعني فينا نقول أنه إيران عفيت عن الجبهة اللبنانية بحرب غزة؟ يبدو هيك. نعم. يبدو صدر قرار إيراني بإخراج لبنان من هذه المعركة. الدليل هو الرد المدروس والمحدود والضعيف والذي أخذ مصلحة لبنان قبل ماء وجه المحور، وهذه سابقة ممتازة تؤسس لي إمكانية تفاهم مع حزب الله ومع إيران حول لبنان. والدليل الثاني الحكي عن سحب الصواريخ الدقيقة. والدليل الثالث أنه عملتها إيران قبل، أخرجت العراق، حزب الله كتائب حزب الله العراقي طلعت بيان قالت نحن ما بقى حنقصف الأمريكان، هلا رجعوا قصفوا وانقصفوا، بس أنه في سابقة خلال هاي المعركة. تقديري لبنان ستحتفظ به إيران لأنه درة التاج الإيراني، ستحتفظ به إيران للمعركة الكبرى مع إسرائيل التي لم يحن أوانها بعد. وحتى القادة الإسرائيليين جالنت قال من يومين ثلاثة أنه الحرب الكبرى مع حزب الله بعيدة وليست في المدى القريب، يعني الطرفين غير جاهزين للمعركة الكبرى، واللي نرجو أن لا تحصل يعني لا هلأ ولا بعدين. نحن شهدنا أستاذ محمد رد حزب الله، ولكن لازلنا نترقب رد إيران ورد الحوثيين. برأيك هل سترد إيران برد يشبه رد حزب الله، أنه تخرج حالة من أو يمكن تمنع جر المنطقة إلى حرب شاملة، سترد برد محدود؟ يعني أنا ما بحب بصير، بس على الأرجح إيران إما سترد ردا بالظروف الحالية، إذا تغيرت الظروف بعد 6 أشهر شيء تاني، بالظروف الحالية إما سترد ردا محدودا. أنا ما برجح، أنا برجح أنها لن ترد. ورح تقول أنه يعني هيدا عمل استخباري. إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عنه حتى الآن، اغتيال هنية. إسرائيل بشكل رسمي لم تعلن. وإيران قد ترد بعمل استخباري داخل أو خارج الأراضي الإسرائيلية. ما تعلن عن مسؤوليتها يعني؟ طبعا، ما إسرائيل ما أعلنت عن مسؤوليتها. بالتالي اغتيال هنية لا يشبه اغتيال فؤاد شكر. اغتيال فؤاد شكر نفذه الإسرائيلي وأعلن عنه في ضاحية بيروت الجنوبية وطلع بيان، والحزب تأكد مين اللي قتل. اغتيال هنية ساعة بيقولوا طيارة، ساعة عبوة، ساعة صاروخ موجه، ولا يوجد إثبات دقيق يعني حسي لدى إيران أنه إسرائيل نفذه. هي إسرائيل قتلته، مش عم نناقش بهذا الموضوع. بس هاي الدول لما بدها تروح تعمل يعني إثباتات، قد لا تكون لديها إيران إثبات من قتل هنية بشكل مباشر، هذا بيعفيها من الرد بالوقت الحالي. نعم. تحدثت عن سوريا أستاذ محمد، قلت لي أنه هي ما دخلت، كانت جبهة مفروض تدخل بالحرب ما دخلت. هل إيران هي يلي عفيتها مثل ما قلنا من دخول هذه الجبهة، أم أنه بشار الأسد هو يلي وضع لهم حد، هو يلي قال يمكن بسبب خلافات سابقة مع حماس ما بدي يمكن سندهم، أو أنا ما إلي مصلحة بهيدي الحرب؟ أكثر من سبب. أولاً في أكثر من نقطة، خلينا نبلش بأنه بشار الأسد تم تهديده مباشرة من قبل إسرائيل إذا دخل هذه الحرب أنه سيتعرض
ربما للاغتيال او لضرب قواته او غيره. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، ثبت انه ايران رغم تسويقها لوحده الساحات اخذت بعين الاعتبار مصالح هذه الساحات. يعني العراقي لما كان راح ينضرب بقوه من التحالف البريطاني الامريكي، اصدر حزب الله العراقي بيان استسلام انه نحن ظهرنا وما بقى نقصف وخلاص، ولو سمحتوا هي عفونا من هالقصة. سوري ما فات، حزب الله مثل ما عم قلك بدا يتحدث عن سحب السلاح الاستراتيجي من الجنوب، ورد على فؤاد شكر ردا ليس بالقوه الكافيه لانتاج حرب. بالتالي كل ساحة لها خصوصيتها. واضح انه اهل هاي الساحات عندهم مطالب من ايران وعندهم رأي داخل ايران مسموع، وواضح انه ايران عندها قدرة على قراءة مصالحها ومصالح الساحات اللي هي مؤثرة فيها حتى ما تتحول كل الساحات الى يمن. لانه اذا لم تتصرف ايران، وهي النقطة الثالثة، إذا لم تتصرف إيران انطلاقاً من مصالح هاي الساحات ومنا لبنان ومنا العراق ومنا سوريا، ستتحول المدن العراقية والسورية واللبنانية إلى صنعاء أو إلى غزة تاني. وبالتالي تقديري أنه في تغيير كبير بالمزاج الإيراني الحاكم، انه هذه الساحات يجب ان تبقى قويه وان لا تباد كما حصل في غزه. نعم. لاي متى بدها تبقى قويه؟ يعني عم تحافظ يمكن على هيدي الساحات، شو الهدف؟ شو يمكن مخطط ايران الى المستقبل؟ يعني بعد هاي المعركه كان المخطط الايراني وسيبقى هو تقريش نفوذها في هذه الساحات الى اصول سياسيه في انظمه الحكم. هذا الشيء عملته بالعراق، هي تقريبا حاكمة العراق بالتقاسم والشراكة مع الأمريكاني. في سوريا هناك عدة عوامل، في الروسي، في الإيراني، في العربي فات هلأ، الإماراتي والسعودي فاتوا على العلاقة مع، وهذا جزء كمان من قرار سوريا بدخول الحرب وعدمها. وفي حزب الله وفي غيره، وفي الأمريكاني موجود بالعراق، وفي كل القوات، وفي التركي سوري بسوريا، وفي التركي والأمريكاني. ف سوريا يعني سوريا ساحة معقدة جدا ولا تشبه لبنان. في لبنان كمان هناك المصالح الأمريكية، في الجيش اللبناني اللي بتدعمه أمريكا وقطر، وفي كمان الحلفاء أمريكا وحلفاء الغرب في لبنان، في تنوع بلبنان. وبالعراق نفس الشيء، في الحلفاء إيران، وفي حلفاء أمريكا، وفي السنة، وفي الأكراد اللي هن عندهم علاقات ما مع إسرائيل. وباليمن في حضور سعودي وحضور إماراتي. يعني كل هاي الساحات الحضور الإيراني فيها هو حضور جزئي، وإيران تريد تحويل هذا الحضور إلى جزء من أنظمة الحكم في هذه الدول. عملته مثل ما قلنا بالعراق، صارت هي جزء من نظام الحكم، ورئيس الوزراء الشيعي القريب منا هو الحاكم الفعلي تقريبا. عملته بلبنان ولكنه لم يقرش بعد في نظام الحكم بلبنان. كيف يعني؟ يعني بالدستور. وهنا نقرأ ما قاله النائب علي فياض في ورقة نشرت بجريدة الأخبار، وما كتبه ونشره قبل أسبوع النائب حسن فضل الله في جريدة النهار. هول النصين أنتجوا خلال حرب غزة، وهول النصين أحدهم علي فياض يدعو إلى حوار داخلي حول السلاح وحول شرعية السلاح وحول الضمانات التي سيعطيها هذا السلاح للآخرين، والتي يريد من الآخرين أن يعطوها لهذا السلاح. والنائب حسن فضل الله كتب مقال كمان عن شرعية السلاح في الدستور وفي الحكومات المتعاقبة من الثمانينات للتسعينات لليوم خلال الوجود السوري وبعد اغتيال الحريري. بالتالي الحزب فتح النقاش وعم بيقول أريد تشريع هذا السلاح في الدستور سلاش النظام اللبناني. هذا ما تريده إيران، بدها كمان جزء من
حصة بالنظام باليمن وبدها جزء من النظام السوري، وهذا سيكون الأصعب، أصعب شيء حيكون عليها سوريا. بلبنان النصان اللذان كتبهما علي فياض وحسن فضل الله هما لا ينطقان عن الهوى، يعني هذا قرار من القيادة العميقة بالحزب بكتابة هون نصين ونشرهما بلحظة حرب غزة وحرب جنوب لبنان. من بعد الحزب سيذهب إلى المجاهرة أكثر بأنه يريد تعديلات في الدستور اللبناني أو تفسيرات على الدستور، لأنه النائب حسن فضل الله اللي كتبه ونشر بالنهار بيقول أنه في شرعية لهذا السلاح بالدستور، وفي شرعية هو بسميها شرعية بالحكومات المتعاقبة بمعادلة الجيش وشعب المقاومة. طبعا هو بيعرف النائب حسن فضل الله أن البيانات الوزارية وما تنتجه الحكومات لا شرعية، يعني لا مش شرعية دستورية، لا علاقة لها بالدستور، لا تشكل أعرافا دستورية، ولكن هذا خطأ يعني منهجي بما قالته، يمكن تجاوزه باعتبار أنه عم يطرح أمر أساسي وهو تشريع هذا السلاح بالدستور. ولكن في المقابل ماذا سيقدم الحزب؟ أنا كنت طرحت بمقابلة مع مارسيل غانم من أشهر، من 3 أو 4 أشهر، أنه تشريع هذا السلاح بالدستور مقابل إعلان هذا السلاح خروجه من الحياة السياسية، بمعنى هذا السلاح له وظيفة دفاعية تتصل بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية وتتصل بوزارات أخرى بشؤون أخرى، عم نحكي بالأساس هذا السلاح يخرج من إدارة الدولة، يخرج من الحكومات باستثناء هاي الوزارتين اللي حيكون في لهم اتصال جدي فيهم، يبقى في مجلس النواب ولكن يخرج من الأمن ويخرج من القضاء، لأنه هذا السلاح وجوده بالأمن وبالقضاء وتأثيره على الأمن والقضاء ألغى فكرة العدالة بالبلد، ورحنا على الفوضى، حتى الفوضى بشارع، الفوضى الأمنية والفوضى القانونية، يعني الضاحي هي أكبر من أكبر بؤر الفوضى الأمنية في لبنان، في مثلها بمناطق أخرى، بس ككتلة بشرية وسكانية ومساحة كبيرة الضاحي بفوضى أمنية، سببها أنه ما في عدالة بالبلد، لأنه لما بيكون حزب الله عنده القدرة يحمي معتدي على الآخرين، ما بدي أقول قاتل أو سارق، يحمي معتدي على جاره، يحميه بالمخفر ويحميه عند القاضي، شو بيبقى بالبلد؟ تسقط كل قدرة الأطراف الأخرى على الإيمان بهذا البلد. وهذا الشيء اللي أدى بتقديري إلى ذهاب المسيحيين إلى طلب التقسيم والفيدرالية، أنه أنت أخذ الدولة خذها خي، نحن بدنا نعمل دولة تانية. خروجه من هاي الدولة هو حارس للبنان لحدوده كجيش رديف أو كلواء بالجيش اللبناني وفق استراتيجية دفاعية تحت سقف اتفاق الطائف، مقابل خروجه وموافقة اللبنانيين على هذا الدور، خصوصا بعد المجزرة اللي بغزة. يعني مين اليوم بيحمينا من الوحش الإسرائيلي الكاسر؟ أوكي في سلاح بنستفيد منه، ولكن شرط أن يخرج هذا السلاح من معادلة السلطة، ما في يحمي الحدود ويروح على سوريا، وأن يخرج أيضا من الأمن القومي العربي، هاي بدنا نتفق عليها بالبلد. قدي بده يقبل أنت ما إلك علاقة بسوريا، أنت ما إلك علاقة بالعراق، أنت ما إلك علاقة باليمن، أنت ما إلك حق تعمل انقلاب بالكويت، أنت ما إلك حق تتحرض أهل الشيعة السعودية على النظام، أنت ما إلك حق تروح على أوروبا، أنت ما إلك حق تروح على أمريكا، أنت حزب لبناني يحميك، تحميك وحدة اللبنانيين بدورك الذي أنت تدعي أنه دورك فقط وأنت خرجت عنه، حماية لبنان، إحنا معك. خارج هذا الدور لا عندك حماية اجتماعية ولا عندك التفاف وطني ولا عندك شرعية بالدستور. أدى اليوم ممكن حزب الله يتنازل عن كل هذه الأمور يلي يمكن بمكان من الأماكن عم تخدم إيران لما كان مثل حزب الله مثل ما بيقولوا الرحابني، مين اللي فتح الردي وليش الردي عوردي؟ هو فتح الردي، علي فياض وحسن فضل الله فتحوا الردي، نحن ما حدا نزل نقاشهم. الناس عم تقول إنه نحن ما بدنا نعيش معكم، عم بيقولون المسيحيين، عم يجرب يعمل اختراع عند السنة بمعنى إنه الجماعة الإسلامية معه، إنه في رأي عام سني مع غزة وغيره. نص اللبنانيين مش معه، هو يعرف هذا والسنة. الأمر وربما أكثر،
صرنا على القليل نصهم أو أكثر مش معه نيابياً وشعبياً. نعم. إذا مش كلهم. الدروز موضوع تاني بدهم حلقة لحالهم. وليد باك يمكن معهم بس ما بعتقد أبداً. ما بعرف قد إيه معهم وليد باك معهم هلأ بلحظة الحرب. أكيد. بموضوع فلسطين ما بيغلط معهم بس بعدين بدنا نشوف. فبالتالي الحزب اليوم هو الذي فتح الردة وهو اللي عم بيقول تعالوا نتناقش حول السلاح وتعالوا نتناقش بالنصوص. علي فياض قال منعطي ضمانات واعطونا ضمانات. حسن فضل الله قال بدنا التشريع بقلب الدستور. فهالرسالتين هو عم بيقولهم لأنه هو موقن أنه حين تنتهي هذه المعركة سيذهب إلى الداخل إلى يعني معركة أقصى وأقوى وهزيمته فيها ستكون أشد. الهزيمة أمام الشركاء في الوطن الانهزام هو وياهم بدون ينهزموا بس يفوت على هاي المعركة. كلنا مهزومين بالمعارك الداخلية ما في رابح بالحروب الأهلية عسكريا أو غير عسكريا إعلاميا وسياسيا كلنا رح نخسر. فهو يستبق هذه المعركة وهذا الانهزام بالدعوة إلى تعالوا نحكوا حول السلاح. قبل كان يقول لهم بدنا نعمل حوار حول رئيس الجمهورية وبدنا نعمل حوار حول الحكومة لا هلأ راح دغري على صلب الموضوع. صلب الموضوع ممكن يدخل بباب يمكن هذا التعديل بالدستور أو بالطائف من باب يمكن تعثر أو عدم القدرة على انتخاب رئيس. يعني اليوم في بنود غير واضحة بما خص انتخاب الرئيس بما خص نصاب التلتين حتى يعني قلنا سنتين ما عم نقدر ننتخب. ممكن يفوتوا بهذا الموضوع أنا من بستح... باب تعديل الدستور. أنا بستصعب تعديل الدستور. يعني أنا لا أرى أن العرب سيقبلون بتعديل الدستور. وفتح هذا الباب رح يفتح الباب لكل الطوائف والأحزاب. كل واحد بصير بده يعدل شقفة ومعاش منخلص مثل مجلس الشيوخ مثلا كله كله كله. والأرثوذكس حاسين حالهم مظلومين والكاثوليك حاسين حالهم مظلومين والموارنة بدهم أكتر والشيعة بدهم أكتر والسنة حاسين أنه صلاحيات رئاسة الحكومة مدري شو صار فيها. كله بده يصير بده يبلغص. الأفضل تقديم تفسيرات والذهاب إلى تطبيق اتفاق الطائف. بمعنى أنه اتفاق الطائف بيحكي وثيقة الوفاق الوطني بتحكي عن تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة بكل الوسائل الممكنة من إسرائيل. هذه موجودة بالدستور لا تحتاج إلى تعديل. المطلوب حواليا أنه نعمل شيء جديد وثيقة جديدة اسمها استراتيجية دفاعية وطنية. هذه الاستراتيجية تنظم العلاقة بين المقاومة العسكرية والدولة. في المقابل في بقلب الطائف لا مركزية إدارية نذهب إلى تطبيق اللا مركزية الإدارية. وفي المقابل يوجد أيضا في الطائف الكلام عن إلغاء الطائفية السياسية. إحنا بس نعمل استراتيجية دفاعية وننظم هاي العلاقة ونزيحها على جنب نرجع نعمل لا مركزية إدارية ترضي المسيحيين وتعطيهم أنظمة حكم محلية بعيدة عن المركز. هلأ مالية مش مالية بتنبحث بتكون شبه مالية فيها جانب مالي ما لا يؤثر على علاقتها بالدولة المركزية. ومنروح كيف بدنا نلغي الطائفية السياسية بمجلس النواب ونعمل مجلس شيوخ وكلهم بالدستور. ما لنا بحاجة نغيره للدستور. يجب أن نطبق الدستور. احنا كنا عايشين بدستور بطائف سوري حتى 2005 تفسير سوري للطائف. رجعنا من بعد 2005 فتنا بمعارك واختيالات وسبعة أيار ودوحة وغيرها رحنا على التفسير الإيراني بالدوحة للطائف أو السلاح الإيراني أنتج اتفاق الدوحة والثلث المعطل. هلأ نحن بحاجة إلى تفسير لبناني وفق الظروف الجديدة بالمنطقة لاتفاق الطائف. التفسير اللبناني هو تنظيم علاقة المقاومة بالدولة وهذا ما يحجز به الحزب من خلال نصي علي فياض وحسن فضل الله. وهذا ما يجب على الآخرين أن يلقوه مش بخطابات ما بيشبهونا وأنه بدناش نعيش معكم وحلوا عننا. مش هيك إن جماعة عم بيقولوا تعالوا نحكي لأول مرة بشكل جدي وبالنصوص وكشفوا شيلوا الأقنعة وشلحوا الكفوف. خلينا نقعد معهم. قد ممكن اليوم المعارضة تقبل يعني مثل ما بتقلي يعني هن اساسا ما بدهم فكره السلاح الثاني ما بدهم اساسا ما بدهم يقبلوا ما عندهم خيارات اخرى. ما عندهم خيارات اخرى. اليوم نص اللبنانيين تقريبا
نيابيا وشعبيا وجغرافيا يخشون من هذا الوحش الإسرائيلي على حدودنا. إذا ما عنده المعارضة المسيحية وغير المسيحية، إذا ما عنده اقتراح لحماية لبنان غير القوانين الدولية وال1559 وال1701، معناتها هذا كلام لن يقدم ولن يؤخر. بدهم يقعدوا ويحكوا كيف بدهم يحمونا، أنا من ضيعة على الحدود نصها مهدم هلأ اسمها رب 30. طيب كيف بدهم يحموها؟ سمير جعجع كيف بده يحمي رب 30 بعلاقته مع الأمم المتحدة التي تقلق يعني كل ما صفتنا إسرائيل؟ لا بده حكي جدي هلأ. الجماعة عم بيقولوا نحن جاهزين للحكي، انتوا بدكم تقابلون انه قعدوا لنحكي حكي جدي هالمرة، حكي تأسيسي. اما انه يقبلوا ما يقبلوا ما عندهم خيارات. اذا عندهم طريقة تانية يتخلصوا فيها من الحزب وسلاحه، هاي اسرائيل وكل الاساطيل بالمنطقة اجت لعنا وما قدرت شن حرب على الحزب. يعني هذا واقع كمان، لو قادرين يمسحوا للحزب ويقضوا عليه كانوا عملوها. مش قادرين، طب اذا هني مش قادرين انت شو بدك؟ بدك تقعد تحكي معه، ما في، لا يوجد حل اخر. الضفة الغربية استاذ محمد، بشكل سريع قبل ما نمرق على مواضيع اخرى، لماذا اليوم التركيز على الضفة الغربية خصوصا من الضفة الغربية؟ تجيب المعارضة المسيحية على سؤالك، هل يوجد حماس في الضفة الغربية؟ لا. هل يوجد حزب الله في الضفة الغربية؟ طب أبدا. اسرائيل رايحة هلا البارت الثاني من إبادة القضية الفلسطينية، خلصت غزة وفاتت على الضفة بعملية جدية وكبيرة، مع أنه كان صار لهم 11 شهر عم يعملوا عمليات محدودة. طيب بالتالي هذه الدولة الإسرائيلية ثبت أنها دولة توسعية. مش أخذت الجولان فلسطيني، الجولان سوري ضمته، أعطاها إياه ترامب كادو. مش ضمت القدس، في قرار بتقسيم القدس للفلسطينيين وللإسرائيليين، قرار بالأمم المتحدة. طب أبادت غزة، طب هلأ فاتت على الضفة، جنوب لبنان شبه مدمر وتقريبا بفر زون، عمليته مش محتليته عسكريا، محتليته بالجو. طب هاي الدولة لا حدود لها. ثبت انه اللي كان ينقال ان هاي دولة توسعية وعندها أطماع صحيح. شو كيف الجواب على هذا الكلام؟ بانه نشلح حزب الله سلاحه تنحل المشكله؟ انا موافق، فيك تشلحوا سلاحه وشلحوا سلاحه، ما فيك شوف شو بدنا نعمل، هيدا سلاح موجود وبدنا نستفيد منه بحمايتنا من هيدا المشروع التوسعي. لانه عمليه الضف اليوم هي نقطه جديه ومحوريه في النقاش اللبناني. الضفه مش أغلى من لبنان ولا لبنان أغلى من الضفة، بس شوف العقل الإسرائيلي كيف. حتى الضفة، ليش الضفة هلأ قبل هاي العملية 40-50% من مساحة الضفة اللي هي جزء من الدولة الفلسطينية العتيدة مستوطنات، في 700-800 ألف مستوطن بالضفة وكل يوم بيزيدوا المستوطنات. بأي معنى يعني هيدا الإسرائيلي أنت بدك تأمنه أنه بس تخلص الحرب نحن منسلم سلاحنا وهو بيقعد بيصير حمل وديع على الحدود؟ مش صحيح. اليوم التالي للحرب، اليوم قد ايه بعدنا قادرين او يمكن ممكن ان يتم تطبيق حل الدولتين؟ خصوصا هون يعني يمكن فينا نشوف شغله، بعد 11 شهر من الحرب لاول مره اليوم يمكن بالاسابيع الماضيه او شهر يمكن تقريبا تهاجم السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد من منطلق أنه هو متمسك يمكن بحل الدولتين. ليش اليوم التركيز ومهاجمة السعودية بسبب تمسك ولي العهد بهذا القرار؟ وليش مش من 11 شهر لورا؟ باللحظات الأولى بعد 17 تشرين صدر عن السعودية بيان يتمسك بحل الدولتين، وهذا كان أول نص رسمي في العالم يعتبر أنه حل مشكلة 7 أكتوبر هي في دولة فلسطينية. ومن بعده كررت المواقف من أكثر من طرف. كان بعد 7 أكتوبر عملية عسكرية مفاجئة، والإسرائيلي شو بده يعمل؟ السعودي قال له حل الدولتين ما في مجال، إذا ما بتعطيهم دولة لهول جماعة هذه حرب لن تنتهي، ومشاعر العرب والمسلمين ستبقى مرتبطة بهذه القضية وبهذا الظلم إلى أبد الأبدين. اليوم
من بعد 10 أشهر من تمسك الأمير محمد بن سلمان بحل الدولتين بنقاشه مع الأمريكان وبنقاشه حول الاتفاق الدفاعي اللي عم يطبخ مع أمريكا من قبل 7 أكتوبر، بنقاشه حول التطبيع مع إسرائيل، حول إقامة علاقات تطبيع مع إسرائيل، يتمسك بحل الدولتين. شو صار؟ هل كل الأمريكان رايحين جايين لعنده أنه منعمل علاقات، منعمل اتفاق، منعمل كذا، وهو ثابت على موقفه، وهو ما حكي من وقته ما حكي. اللي صار أنه بدأ العدوان الإعلامي والسياسي عليه بالأسبوع الأخير، مثل ما كتبت أنا بأساس ميديا، في 3 أفلام، واليوم الفيلم والصورة والفيديو هي أقوى وأسرع وسيلة للانتشار. برمجة غير مباشرة. مش كل الناس تحضر CNN وعربية وجزيرة، بس كل الناس صار عندها نتفليكس بالبيت. خصوص الجيل الجديد. خصوص الجيل الجديد. شنوا عليه عدوان ثلاثي. فيلم هندي The God Life على نتفليكس. بي بي سي طلعت وثائقي تتهم فيه إنه قاتل ومدري شو كذا. وفي فيلم فرنسي عمره 4 سنين كانوا عاملينه الفرنسويين من 4 سنين رجع توزع على السوشيال ميديا. ترافقت هذه الأفلام الثلاثة في الأسبوع نفسه الأخير، ونحن نقترب من اليوم التالي، ترافقت مع حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف السعودية والأمير محمد والنظام السعودي والمجتمع السعودي بشكل مهول، كما لو أنه هاي إشياء ما بتصير صدفة، هاي إشياء مدفوع حقها مصاري، هاي أفلام مكلفة مصاري، وهي أفلام في دول وراها، كما لو أنه مطلوب أن يدفع الأمير محمد بن سلمان ثمن موقفه إلى جانب الدولة الفلسطينية وإلى جانب الفلسطينيين. والسعودية منا دولة عابرة أو هامشية، السعودية هي أكبر دولة مصدرة للنفط، هي قبلة المسلمين، هي أكبر صندوق استثماري في العالم وأكبر شركة نفط في العالم. هاي السعودية بحجمها الديني والسياسي وبموقعها الجغرافي وبحجم المالي والنفطي لا يمكن تجاهل موقفها بأنه دولة فلسطينية. بدأت الحرب عليها وستشتد أنا برأيي في الفترة المقبلة هذه الحرب على السعودية. وأنا أتوقع أنه أن يتمسك السعوديون وأن يتمسك الأمير محمد بن سلمان بحل الدولتين، لأنه لا يمكن أن ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي بالاقتراح طبعا نتنياهو. بخلص من الضفة بفوت على لبنان، وبفوت بخلص من غزة بفوت على الضفة، بخلص من الضفة بفوت على لبنان، بخلص من لبنان شو بدي أعمل، بلكي بمصر بدو محور فيلادلفيا، بكرة يمكن بدو سينا. لا يمكن إلا ما تعمل دولتان وتنهي هذا الصراع. كرمال نمرق بشكل سريع على الملفات الداخلية مع أنه في جمود للأسف. إذا بدنا نحكي بشكل سريع ملف الرئاسة، يمكن يعني كمان اليوم في أزمة كهرباء بالبلد، كنا عم نوزع مثل ما قال وزير الطاقة عم نوزع كرامة، ويمكن امبارح وصلت بعتقد باخرة الفيول إلى مرفق طرابلس، شفنا وزير الطاقة بمرفق طرابلس شي هيك. برأيك هيدا الجمود إلى متى؟ ليكي بالرئاسة ما في شي هلأ، بس بالطاقة مهضوم وليد فياض، يعني طلع عم ياخد فوزات. شو بدي أقولك، وزير مهضوم، بس إنه يعني موقفه إنه نحنا الكرامة تبعيتنا جابت لنا أول شيء، بس واحد يضطر يشحد بيكون فقد كرامته. فحفظ كرامة اللي عم يشحد هي أولاً بإنه نقعد ونسأل حالنا ليش تحولنا لشحادين؟ ليش لبنان اللي كان يعني من الدول اللي عندها اقتصاد قوي وعندها أكبر نظام مصرفي بالمنطقة وعندها فائض، والفقراء لبنان كانوا من 10 سنين بيشتروا شقق وبيسافروا بيعملوا سياحة بتركيا وبمصر، ليش صرنا اليوم مضطرين نشحد فيول من الجزائر؟ والجزائر دولة فقيرة ودولة شعبها فقير كمان، الجزائر منا دولة غنية. فلنشحد من الدول الفقيرة معناتها نحن فقدنا شيئا من كرامتنا، وبالتالي لا يليق بوزير طاقة وليد فياض انه يخبرنا انه نحن كرامتنا اللي جابت الفيول. لا، نحن قلة كرامتنا هي اللي خلتنا نحتاج نشحد من دول فقيرة،
وبناء على هالمعادلة اللي مؤلمة وصعبة ومؤسفة، يعني كان منظره هو طالع يتصور بقدام الباخرة هي وعم توصل، كان منظر يعني يشبه ما قال إليه لبنان، يعني وين كنا وين صرنا. مدير تحرير موقع أساس ميديا أستاذ محمد بركات، شكرا على هذا الحوار. شكرا لك وللفريق.